يوميا معكم مشاهدينا ولا اطيب مع السمع هند بالزيت مع دجاج الجبن مع الشوكولا رح نشوف المكونات مع السمسم وصلصه اللون لصصه بطعم الدجاج المشوي فطر مشوي مع جبنه الحلوم يعني اليوم كله خضار مع كسكس بالخضار مع الدجاج اليوم عندنا الطبق الاول من الاسكالوب مع الفستق في خلطه مع ستيك فيليه ستيك ولا اطيب يوميا تنتين الا ربع بعد الظهر على الجديد.